الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. ركن تيموي نكنن جمنام ركن إيمان كيين جيتو جمبو الله سبحانه وتعالى ربط بركات. كيف نؤمن بالله؟ يان ميتو ين جيتو جمبو الله؟ بأن نفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. جي كيين تروتا ضلتا الله تعالى كيين جيتو جمبو الله تعالى نو توحيد تنبي. وأن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى. هاي ين ترو جيتا الله سبحانه وتعالى مين الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا هاي بوطانغ دالجن أول بنهاي تا الله سبحانه وتعالى مين نو كي مين شرانا يمكن أن نجمع الأدلة في أربعة أدلة هاي ين آج برمول نو بوطانغ دالجن أول نو موتربون العقل يستحيل أن يأتي إنسان عاقل إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. تيموي كأكل كمنت بعجين كمنت بعجين بقعد بكمنت دلترم تراو كيجين من أجب ديسايت هاك مين الله تعالى نوته كبرقعد كيجين شو تا الله سبحانه وتعالى تيموي كود دل كروب كرون ركود دل ريب جام نو لقيت أهني. الثاني الحس يستحيل. أن يأتي إنسان وينكر وجود الله سبحانه وتعالى لأنه يعرف أنه إذا دعا كان في كرب وشدة يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء فهذا دليل محسوس ملموس تيبي أرام رباه ين جن أرام رباه ين من آج باق دي ساي تاكمين مجاه تي كي برقات جي ين نن تطول سكول مجاه رباه ين لاي أرام رباه ين تطول الثالث الفطرة كل مولود يولد على الفطرة يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. تيبون كي أجمعها دليل فطرة رول كمين دلته مكانه كي نلف فطرة ربه فيها. الرابع الشرع يعني الأدلة من الكتاب والسنة. هاي بحثان أريكوجي أمنام نان تيبون كي داود تل دليل أمبي القرآن والسنة ربه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.